تحتفل سلطنة عمان والعمانيون بذكرى اليوم الوطني 51 للنهضة العمانية، ويعتبر اليوم الوطني العماني للعمانيين يوماً مجيداً يتوشحون بالإرادة والعزيمة والثبات، متوكلين على رب العزة والجلال نحو تقدم وتطور مكتسبات النهضة المتجددة. وتستمر نهضة عمان بالصعود لتحقق بذلك الغاية الوطنية العظمى في كل ما تسعى لتحقيقه، وهو ما ظهرت ملامحه على أرض الواقع من تطور زاهر في شتى مجالات الحياة. ويستند العمانيون على أسس ثابتة وبنية تحتية متطورة متجددة ومصادر اقتصادية متعددة تواكب التطور العالمي لتحقق بذلك رؤية عمان 2040. إن المناسبات الوطنية للأمم رمز وعزة وكرامة ووقفة تأمل وأمل للماضي والمستقبل، كما عراقة السلطنة وأصالتها وحلوتها التي كانت سفيراً ممتزجاً بألوان العلم العماني وكرم أهلها، مرددين يا عمان نحن من عهد النبي أوفياء من كرام العرب، فارتقي هام السماء واملئ الكون الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء.